أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا يا شباب، كيف الصحة؟ إن شاء الله أموركم بخير. أول شيء بتشرف فيكم بهالقناة المتواضعة اللي هي زي تواضعكم، اللي أنا بتشرف بوجودكم فيها، إن كان شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إن شاء الله بالأيام بيزيدوا. أنا مو هدفي المادي إنه والله أنشئ قناة على اليوتيوب ليجيني ربح من اليوتيوب أو الأمور هاي، أنا كلها ما يعني أصلا ما بعرف كيف بتصير هاي القناة. انتشأت بخصوص شخص صار موقف معه بخصوص لعبة يورو تراك سيميليتر، فكتب بحكي معه، حسيت حالي عم بحكي أنا مع وزير يعني، فحبيت أني أنشئ هاي القناة لحتى أنشر مودات، أنشر أي شيء رح يصح لي بخصوص هاي اللعبة، إن كان برامج بخصوص هاي اللعبة، إن كان مودات، إن كان خرائط، يعني كله هذا بدي أنشره. وطبعا وجود القناة على اليوتيوب هذا الشيء بيعود لألكن أنتو، يعني أنكن تساعدوني أنه يعني تنوجد القناة، يعني لازم أتوقع أنه في مدة معينة لازم يكون في أعداد مشتركين معينين، فهي الأمور هاي بتعود لألكن إلكن يعني. هلأ إن شاء الله وتعالى رح نبلش بالنسبة لموضوع الخريطة، اللي هي أولا أنا ساويت حساب تاني على الويندوز، طبعا حساب تاني على الويندوز، والحساب التاني بنزل فيه جوجل، بنزل فيه ستيم، بنزل فيه بعض البرامج، وبعض البرامج أنت تضطر تنزلها من بعد الحساب الرئيسي. طبعا هاي العملية أنا اكتشفتها وجربتها، ريحت اللعبة كتير. هلا نحن هون ندخل على المود تبع اللعبة، هاي المود شايفين، طبعا أنا ماني من السا أنا مختصر منهم كتير. طبعا هدول المودات موجودين على الحساب الرئيسي. هلا نحن منسكر ورحين نروح ان شاء الله على الحساب الثاني، على الحساب الثاني لحتى ننزل الخريطة ونشوف كيف ننزل الخريطة وكيف نفعل الخريطة. وطبعا في مفاجأة كتير حلوة ان شاء الله، فيديو ثاني اللي هي خريطة سيلومترا تبعت اندونوسيا، انا نزلتها وشفتها فيها شغلات رهيبة رهيبة جدا جدا، وإن شاء الله رح أعمل له فيديو بإذن الله. يمكن أنا أنزل صور بهذا الفيديو للخريطة للفيديو القادم إن شاء الله، وتابعونا. هلأ رحين ننتقل، بس فرجيكم شغلة. طبعا هون هاي طبعا هذا هاي الحساب اسمه كي ام، طبعا هذا الحساب اسمه كي ام. هلأ إذا بدي أضطر أني أدخل عليه رح يتوقف التسجيل، وإن شاء الله وتعالى منتابع لما ندخل على الحساب الثاني ومننزل الخريطة. السلام عليكم، رجعنا. طبعا هذا الحساب الثاني إذا ملاحظين حتى الصورة، الصورة مختلفة، يعني صورة الديسكتوب مختلفة. طبعا هذا حساب ثاني أنا أنشأت هذا الحساب الثاني على الويندوز كرمال لعبة اليورو تراك، يعني كتير ريحت اللعبة، أنا اكتشفت فرق كبير. وطبعا إن شاء الله راح أسابي فيديو كيف مساوي، بنعمل حساب ثاني وهالأمور هاي، وصدقوني راح ترتاحوا كتير، لأنه ما في مننا كل عم ينزل مودات وخرائط. يعني أنا مرة طلعت منزل تقريبا 27 أكتر شيء، تقريبا وصلت ل 32 33 جيجا بايت، بس كلها مودات بالحساب قد، يعني بيصير في عليها ضغط. هلأ نحن خلينا نكون في صلب الموضوع. طبعا هدول هن المودات، طبعا في هذا المود اللي هو ترك جونيور ماني، هذا انا حاولت اني ادور على رابطه محل ما انا نزلته ما لقيته، فسويت هلأ موقع على ميديا فاير وعملت له موقع، وان شاء الله وتعالى هلأ باذن الله رح انسخ لكم اياه، يعني بتنزلوه من الميديا فاير. طبعا
والروابط إن شاء الله بتلاقوها كلياتهم موجودين في صندوق الوصف. هلأ نحن طبعا هدول هلأ هون بندخل على يورو تراك، طبعا هاي مود، هذا المود فاضي فيه، هذا المود أنا كنت عم بجربه مشان إنه تكون أموره تمام. طبعا بنحذفه مشان ما يصير في خربطة، هاي ديليت. هلا نحن بننزل هاي مودات الخريطة، طبعا فيهم مود الباص كاملين، الخريطة مع الباص كوبي، هالأمور هاي كلها تكون بتعرفوها. بيست، لاحظتوا انه المجلد تبع المود فاضي نهائيا، ما فيه شيء يعني، ما فيه ولا مود. بس ننتظر شوي ومعلش سامحوني، جوز يمكن متلبك شوي، اول مرة هيك بخاطب ناس، بخاطب جمهور، بخاطب هالناس الطيبين المتواضعين هيك زي حالاتنا. والله بتشرف فيكم، بتشرف فيكم، بتشرف فيكم. لا غايتي، برجع بكرر كلامي، لا هدفي مادي ولا هدفي اني والله. وعلى فكرة في ناس بترفع الروابط بيدخلك على مليون موقع لحتى تاخذ الرابط، هذا الشيء اكتشفته يعني ما بعرف كيف. فهو الرابط بيجيك من الميديا فاير، في ناس راسا على الميديا فاير او كذا، هن لا بياخذوا الرابط وبيحملوه، مهم على بتدخل على موقع وبيدخلك وبيدخلك وبيطلعك وبيدخلك وبيطلعك وبالاخر بتطقه لحتى توصل لرابط التحميل. المهم هلا نحن نزلنا المودات على المود، طبعا كلياتنا بنعرف انه كيف بننزل هاي الامر، يعني صفى الامر سهل جدا. طبعا من سكرة هلا رح ندخل ان شاء الله على اللعبة. هاي موقع ستيم، طبعا انا لازم هلا اني اوقف التسجيل واحول التسجيل على الالعاب. السلام عليكم، طبعا رجعنا هلا دخلنا نحن على اللعبه. معلش هيك دائما البدايه بتكون صعبه، فتحملوني شوي يعني، تحملوني وان شاء الله بالايام بكسب محبتكم هون. يا ريت نتشارك في الآراء، يا ريت يعني. طبعا هذا الحساب لازم اني انا احذفه لاني هذا كنت مجرب عليه، هاي ديليت. هذا الحساب الرئيسي تبع اول ما نزلت اللعبة، وهذا الحساب اللي هو مسيف مع ستيم، يعني لما بعمل سوفت وير او لما بعمل كذا، هدول الحسابين ما بيروحوا نهائيا. هلا بدنا نعمل حساب جديد بالنسبة لموضوع الخريطة، نيو بروفايل. طبعا هون بنكتب برازيل، تكتب اي شيء يعني بتحب تسميه انت. نختار صورة حلوة، هالشاب حلو. طبعا اسكانيا، انا من عشاق اسكانيا، وللعلم انا شوفير بولمان، شوفير كرنك يعني، فلذلك عشقت هاللعبة يعني، عشقتها بالباصات وبالشاحنة. طبعا هون كي ام مثلا 20-1، اي شيء بنختاره ما في مشكلة. ندخل على المود، هاي الخريطة، باور كارغو. طبعا هذا مشان الحمولات الثقيلة. طبعا هون نحن عم نعطل الخريطة اوروبا نهائيا، يعني نحن عم نلعب بخريطة مستقلة ما لها علاقة باوروبا نهائيا، يعني خريطة امريكا الجنوبية اللي هي البرازيل، الارجنتين، البيرو. طبعا هذا كمان بخصوص الشركات. هلا بنجي على الركاب، طبعا كله بخصوص بالاي اي اي كومباني. نجي على الخريطة الملونة، وبعدين على
تعطيل، تعطيل خريطة أوروبا، هاي اللي بتعطل خريطة أوروبا. يعني هيك ما بقى عندك شيء بأوروبا نهائيا، أنت عندك خريطة مستقلة لحالة. هلا بقى منحط مود الباز، طبعا أي مود نحطه بدك تحطه تحت هذا خريطة الملونة، يعني بين هذا المود وهذا المود الكومباني، أي مود بدك تحطه هون بيناتهم. نجي على مود اللي هو تبع المصاري والإكس بي عشان نفتح لنا كل المراحل. طبعا هذا المود بالمناسبة حكيت لكم يمكن إن شاء الله أني أنا دورت على رابط التحميل محل ما أنا حملته ما لقيته، وعملت بحث بجوجل ما لقيته، فساويت موقع على ميديا فاير، يعني عملت حساب على ميديا فاير ورفعت لكم إياه عن طريق ميديا فاير، بتحملون عن طريق الموقع. هلأ طبعا هلأ أدن الصبح الحمد لله رب العالمين، بس نتأكد أنه أمورنا تمام. طبعا هن 8 مودات رح يكون معنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، طبعا هدول المودين إضافيات، مود الباص ومود المصاري. هلأ بالمناسبة هن في مودات تانية اللي هن عشان يشتغلوا معكم مع أوروبا، يشتغلوا معكم مع البرومود، إصلاح مع البرومود وإصلاح مع روسيا. فهد أنا ما نزلت لكم روابطهم مشان ما يصير خربطة، لأنه في لهم ترتيب إن شاء الله بعمل فيديو لحاله وبترتب هاي الأمور. هلا على بركة الله منقول 100% إن شاء الله. هلا طبعا منشيل هذا الخيار، نعمل دخول طبعا كيبورد. هلا أنا طبعا عم بسوق على الكيبورد، يعني بس ما نستنى شوي قاف أقول فيديو للآخر. والله فتحت بسرعة. طيب هلا بنعمل أوكي. طبعا هاي هي الخريطة يا شباب، شايفين الخريطة، هاي هي كل الخريطة، شايفين هون المدن. طبعا هون عندك سان باولو، تختار سان باولو العاصمة اللي هي عاصمة البرازيل، تعطيه اوكي، تعطيه يس. طبعا بالمناسبة في نقطة لازم كنت انبه لكم اياها، لما فتحت المودات في مودات اذا لاحظتوا عليهم موجودين من ستيم، هدول اي مود من ستيم لو فتحت اي حساب 10 حسابات ما بيروحوا بيضلوا، بينما المودات اللي انت منزلهم الروابط وبتفتح حساب تاني جديد يعني من موقع تاني او مثل ما انا عملت، طبعا بيكون الصفحة نظيفة يعني ما فيها مودات نهائيا. انتر 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 انتر. هلا هون اذا بتلاحظوا معي بنحط اف 3، لاحظ معي صار عندك 600 مليون يورو، اذا بتلاحظ عندك 600 مليون يورو. وطبعا الجي بي اس بيغير موقعه، نشيل المرايا، الجي بي اس بيصير معك فوق، وعلى بركة الله لازم اول حمولة ان نوصله مشان ناخد الاكس بي. طبعا هون الاعدادات انت بتعود بقى بترجع اعداداتك مثل ما انت بدك اياها. طبعا اجباري انه انت مثل كأني منزل اللعبة جديد او مثل كأنه عملت سوفت وير للكمبيوتر
ورجعت نزلت اللعبة. برجع معك يعني اللعبة كلها من أول وجديد. بالمناسبة أنا مثل ما حكيت لكم أنا بسوق على الكيبورد يعني. منيح أول مسافة كتير مسافتها قصيرة. ما في يعني مثل ما بقولوا شلفة حجر من بيناي لبيناي. انتر. هلا لاحظوا هون معي عندك هون زائد عندك هون زائد من محددين اكس بي هون صفر اكس بي. انت لازم تختار هذا الخيار او هذا الخيار وتصف السيارة مثل ما هن طالبين مشان تاخذ الاكس بي. اوكي نشوف وين نصفها. لا مكان منيح. طبعا لسه بدها اعدادات صوت واعدادات لانه اللعبة جديد يعني فاتح حساب جديد. بالمناسبة انا الحمد لله يعني هاي السيارة انا مثل هاي سقتها طبعا بس مو براد. انا سقت اللودر اللي هو هيتي اللودر اللي كنا مشي فيه تراكسات وبواقر. ان شاء الله انه يكون صوت واضح عندكم اموري كلها لبكة. هلا اذا بنشوف الاكس بي لاحظ عطاك 90 مليون اكس بي. هلا بتصير تقريبا ب 13000. ايوه بدنا نستنى هيك راسا يعني انه باعتبار فتحت حساب جديد. هي معك مصاري ومعك اكس بي كل شيء مفتوح. طبعا هي الخريطة ما لها بروفير يعني ما اجى معها بروفير. جزء يكون إلا انا ما شفت او ما بعرف يعني. بدنا نستنى 90 مليون والمصاري اذا لاحظتوا 60 مليون يورو يعني 600 مليون عفوا. اشتري البرازيل كلها. طبعا بالمناسبة في مفاجأة حلوة ان شاء الله اللي هي خريطة اندونيسيا وفي مود تاني كمان امبارح جبته مود رهيب بالنسبة للحمولات الثقيلة كتير رهيب كتير حلو. خلصنا هلا بنعمل كونتينيو. طبعا الخريطة اندونيسيا فظيعة 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 يعني ان شاء الله رح انزل صور بهذا الفيديو لإلها مشان تشوفوا الفيديو لما انزله ان شاء الله. انتر 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 جود لك. سهلة. هلا اول شيء لازم نفتح الاكس بي الشركات طبعا المسافات الطويله الامور هاي لازم تفتحها كلها. دول كله لازم تفتحهم. هلا بندخل على المعرض مشان نشتري الباص. بس ايوه يعني بتتاخر شوي بعدين بكون الامر طبيعي. راسا ندخل على المود. هاي الباص طبعا انا هلا راح ادخل تعديل انا مشان ما اطول الفيديو كتير. ايش اللي بيخطر على بالك فيه تعديل؟ طبعا هذا الباص خصوصي بالاي اي اي يعني بخصوصي بالخريطه. طبعا هاي السكينات تبعوت الباص. هلا انت هون لا تطلع انه ممنوع مثلا عادي يعني ما في اي مشكله تختار السكين اللي بدك اياه وبيكون امور الباص طبيعية 100% يعني.
طبعا فيه اضافات كتير. هاي التابلو هاي الست مضيفة بامكانك انك تشيلها، يعني ما عجبتك تشيلها. خلينا نعمل له شراء. بالمناسبة طبعا بالنسبة لموضوع التريلات، طبعا هذا الركاب، هذا الركاب الكل صار يعرف انه كيف يشتري الركاب على نفس الكراج لازم. هاي صار الباص والركاب بالكراج. طبعا هون هاي التريلات، هاي التريلات AAA. انا هاي ما فهمتها، يعني عم تعطيني مثل الركاب بس هنن بضايا. طبعا هدول التريلات كلياتهم خصوصي بالخريطة يعني. وعندك هاي تبع بالنسبة لصهريج المحروقة، شايف فتحت معنا امور الشركة، فتحت معنا كل الامور، فتحت الباص عنا. هلأ لازم ندخل على الباص. طبعا واجهت مشكلة كتير كبيرة وحاولت اني احلها ما لقيت الا حل، بس راح الاقي لها حل، اللي هي موضوع الركاب. الركاب من ظاهرين يعني مثل اي شفتوا، يعني صفة امر الباص كتير طبيعي يعني باللعبة، يعني امره كتير. ويا جماعة اللعبة بحر، ترى اللعبة مو بس انه هي دائما بتوه فيها اول مرة لانه بيجي الباب بيكون ضيق. اللعبة بحر يا جماعة، اللعبة على فكرة مو بس مود وهيك شغلة، اكتشفت فيها اشياء كتير 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 فظيعة. وان شاء الله اي شيء انا هذا اللي اكتشفته هذا كله رح انزله يعني باذن الله. بس نكبر المستودع اول مرة. طبعا حتى موضوع الكاميرا الحرة فيها شغلات فظيعة فظيعة، مجلد كامل عنا هذا بإذن الله رح أنزله، يعني إن شاء الله أني رح أنزله. أي شيء رح أكتشفه بيخص هاللعبة هاي ما رح أبخل على حدا ورح أنشره للناس كلها، لأنه أنا ما بدي اللي صار فيني يصير مع غيري. انا ماني خسران شيء، يعني ايش خسرت نزلت مود او نزلت كذا، ايش خسران، ماني خسران شيء. في ناس ما بعرف سبحان الله عم بحكي معهم حسيت حالي انه عم بحكي مع وزير، مع مدير الانترنت، مع رئيس، مع صاحب اللعبة يعني. طبعا هي كبرنا الكراج بس اول مرة، بعدين انتوا بتكبروا على كيفكم يعني، ويمكن المفروض اني اكبره تاني مرة مشان الكراج، مشان بس نفس الشيء ما بيختلف يعني. طبعا الكيبورد يعني بيختلف شوي انه بينما ان انت بتسوق على الدركسيون يعني، بس انا تعودت يعني تعودت عليه. هلا خلينا بس المفروض ندخل على التريلا. هاي الركاب لازم نفعلها مع الباص. فعلت اوكي، نطلع منه.
طبعا تفعل لانه الباص هون اعطاني مكان رابط الركاب. طبعا هي الكراج قدامنا، يعني هذا الكراج الكبير في مدينة سان باولو. طبعا سان باولو فيها 3 كراجات كبار، في هذا واحد وفي 2 معهم. هلا انا بصراحة اللي عانيت منه ظهور الركاب، انا مش الحال زبطت معي الامور بس حست معي مشكلة، فلذلك لغيتها ما نزلتها بهذا الفيديو، يعني انه بالنسبة لموضوع ظهور الركاب. طبعا هون في لفة قاسية بدك تحاول انه انت شلون تجيبها. حتى نفس المشكلة واجهتها بخريطة اندونيسيا، بس ان شاء الله بدي الاقي حل، لانه طالما في كراج وفي مجمع لتجمع الباصات معناتها في ركاب، يعني في ركاب ظاهرة، في عجقة بالكراج. يعني انا عم بشوف باليوتيوب بالنسبة لموضوع هاي الخريطة في شغلات كتير رهيبة، بس ما احسنت احصل على المود. ادخل مواقع ما احسنت، يعني لقيت مودات بصراحة نفس الخريطة نفس المودات، بس في منه لازم تشتري شري حقه $60 و$50. هلا انا مثل ما لقيت البازات مجانا، نفس البازات اللي هو حقه $19 و$20 رح اجيبه، وجبته مجانا رح اجيب هدوليك مجانا باذن الله. هلا بنعطيه انتر. طبعا لاحظوا على مود اي شيء بتعمله بتاخر، شايفين مود الركاب بختلف عن المودات الثانيه. هذا بدل على انه انت طالع من الكراج، انه انت طالع من الكراج. هلا في موظفين شركات بتاخذهم، وفي شركات خارجيه وفي شركات داخليه، يعني في موظفين وفي ركاب. هلا نحن خلينا نقول هذا مثلا اقرب مسافة، شايفين العلامة محل ما لازم اشيل الركاب، بس ما في ركاب موجودين. هلا انا حليت هاي المشكلة، بس رجعت عانيت بمشكلة تانية فلذلك لغيتها. يعني بس مثل ما حكيت لكم انه طالما في كراج معناتها لازم يكون في ظهور ركاب، يعني في شيء لازم يصير ان شاء الله. خريطة اندونيسيا فظيعة ان شاء الله، لو بتتابعوني وانزل لها فيديو رح تنبسطوا منها كتير، فيها شغلات كتير حلوة، ناس بتمرق بالشارع، زحمة، أسواق شعبية، بتدخل بأسواق الشعبية، يعني فظيعة فظيعة فظيعة. يعني هلا شايفين احنا لازم من هون نشيل الركاب. عزيز الله أكبر كبير. طبعا مثل ما قلت لكم عم بسجل هاي، يعني هاي أدن الصبح وعم بسجل هذا الفيديو. اوكي هذا طبعا في بازات انا منزلها انه بنفتحوا الابواب، هذا لا ما بنفتحوا الابواب. طبعا منزل روابط انا، ان شاء الله في بازات رح تعجبكم ان شاء الله. هي وهلا هون على بركة الله. طبعا انا
منزل دعاء السفر هذا، نزلته. صحيح ما بيشتغل معي، ما نزلته على هذا، مو حساب جديد، على حساب هذاك بيشتغل، يعني انه اول ما بتشغل السيارة بيجيك دعاء السفر. وهيك بنكون طبعا هلا ما راح الله ما راح يعني اعمل جولة، هذا الجولة انتو ان شاء الله بتكتشفوها لحالكم. يعني انا بصراحة يمكن الفيديو طويل كتير، بس بقى يعني باعتبار دايما الاول مرة بتكون صعبة، يعني حكيت لكم هذا الموضوع، دايما البداية صعبة، ويمكن انا شوي متلبك لاني اول مرة. وبالمناسبة في شخص انا كتير بشكره على الفيس، ما بعرف اذا حكيت هذا الشيء من قبل او لا، هو اللي نصحني قال لي انه لازم تحكي، ما تضل ساكت يعني تكتب او كذا، لازم انك تحكي. فحسيت من كلامه انه انسان هيك طيب رايد لي الخير يعني. وانا على فكرة هالقناة ماني اخذ كسب مادي، يعني هذا الشيء بعيد بعيد بعيد، ولا بعرف كيف بصير. انا هالقناة انتشأت بس لحتى اي شيء بخص هاللعبة انزله بجوز اي انسان يستفيد منه، بس لا اكثر ولا اقل. وبشكركم كتير وشكرا على المشاهدة، وما راح اقلكم اعملوا شير ولايك وهالامور هاي، هذا الشيء بترك لكم اياه لالكم، يعني اذا حابين انه هالقناة تضل مستمرة، لانه في قواعد وفي شروط باليوتيوب انه لازم يكون في عدد مشتركين او بالاخر يمكن بحسبوا القناة. هالامور والله ما بعرفها، بس اتمنى منكم انه مشان استمر معكم ونستمر مع بعض. وصدقوني الصحبة كتير حلوة وكتير طيبة، ومشاركة الآراء كتير حلوة، يعني دايما نتشارك بالآراء. وعلى فكرة معرفة الانترنت يعني معرفة بالنسبة للتواصل الاجتماعي، صحيح هو عالم افتراضي، عالم عن الغيب، بس صدقوني في ناس شرواكم بالخير فعلا فعلا، انه يعني بتتعرف على ناس بتكون انت فعلا بحاجة انك انت تتعرف عليها. وانا كتير بتشرف فيكم، وشكرا كتير لألكم، وسامحوني سامحوني سامحوني على الإطالة، وتشرفت في معرفتكم. اخوكم ابو احمد كان معكم، وان شاء الله هيك بس اتعود اكتر، بنضحك وبنمزح وبنروح رحلات، وبفرجيكم كل اي شيء راح اكتشفه في هاللعبة. صدقوني ما راح ابخل على اي انسان، راح انزل مواقع من الموقع نفسه. وشكرا كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.